بالنسبة للاجتماع ديال الأغلبية، فهذا الاجتماع كانت فرصة أولا بالنسبة للحكومة وبالنسبة للأغلبية الحكومية للتأكيد أولا على أن هذه الأغلبية فهي معبأة من أجل مواجهة كل الضربات التي تستهدف بلادنا بالنسبة للقضية الوطنية وبالنسبة لرموز المملكة. ثانيا التركيز على أن الحكومة والتأكيد على أنها ستواصل العمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها بالنسبة للبرنامج الحكومي والقيام بالإصلاحات الكبرى، لا بالنسبة لمجال الماء ولا بالنسبة للمجال المرتبط بالتعليم والصحة ولا بالنسبة للمجال ديال التقاعد ولا في مجال العدل ولا في مجال السكنة إلى آخره من المجالات الأساسية، وخلق فرص الشغل اللي هو الأساس بالنسبة للفئة عريضة من المواطنات والمواطنين خصوصا الشباب والنساء. النقطة الثالثة على أنه اليوم نريد أن نعطي دفعة جديدة للجماعات الترابية وللجهات، وهذا يتطلب أن يكون هنالك تنسيق أكبر ما بين السياسات الحكومية والبعد الترابي، لأننا نعتبر بأن بفضل هذا المجهود الذي سنقوم به سيكون الواقع أكبر بالنسبة للمواطنات والمواطنين، لأن سيكون هنالك تنسيق، سيكون هنالك كذلك ملائمة مع تطلعات الجهات، وفي نفس الوقت كذلك ستكون خدمات مقدمة للمواطنات والمواطنين بالنسبة لحياتهم اليومية في مجالات متعددة. وأخيرا كانت فرصة كذلك للتأكيد على أننا اليوم سنعمل كذلك على إيصال المعلومة للمواطنات والمواطنين، لأن هناك مغالطات متعددة ومن الضروري أن نصحح هذه المغالطات. هناك أزمة حق، هناك إشكاليات كبيرة مطروحة ناتجة عن الأزمة الدولية صحيح، ولكن في نفس الوقت كذلك هناك مجهودات كبيرة تم القيام بها، ولكن أكثر من ذلك هناك إرادة قوية من أجل تخفيف العبء على المواطنات والمواطنين وتحسين ظروف عيشهم. Thank you.